شكلت الأمطار الغزيرة التي رافقت ماراثون أريد في نسخته الثامنة تحديا للمنظمين لاختبار قدراتهم في التعامل مع المعطيات المختلفة، وبخاصة في ظل التزايد القياسي لأعداد المشاركين وتجاوز سقف 5300 منطلق في السباقات السبع لمختلف فئات الأعمار رجالا وسيدات. ولله الحمد النسخة الثامنة فيها نجاح، ومثل ما تشوف طبعا انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية ودعمنا المستمر لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، احنا دائما نوعي المجتمع القطري على الصحة وعلى الرياضة وانهم يتبعون نمط حياة صحي معين. النتائج الفنية منحت الامتياز لأبطال المغرب وكينيا بفوز إبراهيم البوزيري في الماراثون رجال وشيلا تشيسانغ من كينيا لدى السيدات. نصف الماراثون رجال سجل تفوق الكيني أليكس كيبت. بحث المحترفون عن اقتناص أغلى الجوائز، وكان الهواة بطموح كبير للاستمتاع بالأجواء وتحسين الأرقام والإنجازات. بالنسبة لي أهم شيء هو الاستمتاع، وبعد المتعة كده يجي الحماس والتنافس على أساس الواحد يحاول يكسر رقمه، يحاول يجيب رقم أفضل من الأرقام السابقة. الأجواء ذي رائعة بكل المقاييس بالنسبة لي، لأن الجو بارد وماطر. طبعا في بالنسبة للمحترفين احتمال يكون عائق بالنسبة لهم، بس بالنسبة للناس العادية اللي مثلنا صراحة تستانس. يعني أنا توقيتي صار أفضل بحوالي 10 دقائق، والسبب الأجواء. طبعا الأجواء العامة بشكل عام هي مشجعة، سواء كانوا من الجمهور أو المتسابقين، والجو العام كان يعني مليء بالفرح الحمد لله. أجواء ممطرة صعبة أكدت قدرة الرياضية على كسب كل التحديات وزادت في بهاء النسخة والمنافسة. لمركز أخبار قنوات الكأس، محمد زغار، حديقة متحف الفن الإسلامي.